قالها علنا في سبها، قالها علنا. إذا أنت تؤكد بأنه كان يريد توريث سيف 100%؟ توريث سيف 100% طبعا طبعا، ولكنه أقصد على أيام حياته يعني. أي على أيام حياته. نعم نعم. كان يريد أن يعتزل ويعتزل ويسلمها للسيف وعرضها على مجتمع كبير، يعني ما كانوا حوالي يمكن 15,000 شخص من ضباط جيش، من مواطنين، أعضاء مؤتمرات شعبية، عرضها في سبها وقال سيف أحسن واحد ملائم لكم، يحدث البلد وشاب عنده رؤية وشاب متحمس، فكانت موجودة الفكرة. مؤيد لسيف ولمشاريعه، كنت مؤيد كثير. كنت تعمل عن كثب على هذه القضايا ولست مؤيدا فقط يعني؟ يعني كنت مؤيد وأحاول أن أقنع حتى والده بأنه آن الأوان أن يستلم سيف. أنت حاولت أن تقنع معمر القذافي بأن يستلم سيف مكانه؟ لأن ماذا قلت له؟ قلت له يا أخي معمر، أنت طرحت على العلن أنه إذا تبوا طوروا البلد وتحدثوها، أنا قلت إن أنا نقدر نحدثها ولكن حنقص عليكم، وأنا ما نحبش نقص عليكم، لكن ممكن تأخذوا سيف وسيف يشابهني وكذا وفيه مزايا، يعني ممكن شاب وعنده رؤية.